انها تساعد في الفترات اللي زي دي. طيب النقطه وهي وانا سمعته حتى لو اذكر فيه تصريح هنا على لسان حضرتك بتتكلم فيه عن ان احنا لدينا يعني اهي امين اباظه وزير الزراعه، وزاره الزراعه لديها عده اساليب من الرقابه على اسعار الخضروات والفواكه وباقي السلع. الناس لما بتسمع مثل هذا التصريح، بس انا عمري ما قلت هذا التصريح. ليس لوزارة الزراعة الرقابة على الأسعار، دي مش شغلتها، على أسعار الأسواق مش شغلتها. وما بقى ما فيش دلوقتي حاجة اسمها التسعيرة جبرية. لا ما احنا متفقين. الحاجة الوحيدة اللي احنا نقدر نعملها أيوة. يعني وده اللي بقوله وأنا مقتنع بيه تماما. احنا لو جيت بصيت على الموازنة العامة للدولة هتلاقي ان فيها بند لا يقل عن 100 مليار جنيه دعم. هتلاقي ان هذا الدعم 99% منه او نسبه كبيره، يعني مش عايز ابقى دقيق قوي، لكن اكيد اكتر من 90% بيروح لدعم الاستهلاك. تمام. بينما نحن لا ندعم الانتاج، والانتاج لو انت دعمت الانتاج بتزود المعروض وبالتالي الاسعار بتنزل، لو انت دعمت الاستهلاك بتزود الاستهلاك وبالتالي الاسعار بتزيد. واللي بنعمل ان نعمل كده احنا كمجتمع يجب ان احنا نتفق، هل نعيد النظر في سعر دعم المحروقات، هل نعيد النظر في دعم الاشياء الاخرى اللي احنا بنضيع فيها كثير من هذه. بناخد وقت طويل جدا لحد ما نقرر مستقبلنا، يعني شوف حضرتك خدنا وقت قد ايه لحد ما قررنا فصل الانتاج عن التوزيع في موضوع العيش والقمح والدقيق مدعم، لحد ما قعدنا سنوات نتهلب فلوس لحد ما ظبطناها شويه. كل ما يكون نظام استقر في المجتمع وله دعوه بدعم من الصعب جدا انك تغيره في فتره قصيره، لانه ده الناس اعتادت عليه، واي تغيير مفاجئ قد يسبب يعني كثير من المشاكل، وانت قد يكون النظام الجديد اللي انت عايز تعمله لسه ما هوش ممتاز او ما هوش جيد، فانت بتلخبط حاجه موجوده والبديل ما بيبقاش لسه جاهز. بس طبعا في النهايه المصلحه لما تظهر انها افادتني كمواطن اكتر هنبسط. احنا لازم نقتنع ولازم يعني نناقش هذا مجتمعيا، هل فعلا احنا ندعم الانتاج ولا ندعم لانه كثير من الناس بتقول دول اوروبا بتدعم الزراعه، فعلا الزراعه بتدعم بمليار جنيه في اليوم، مليار يعني دولار في اليوم. على لسان حضرتك هنا الحكومه لا وزاره الزراعه ولا الحكومه ليس لديها دخل من قريب او من بعيد في الرقابه على الاسعار، ولكن لها دخل في الرقابه على الجوده، ولها دخل في الرقابه على انه الناس بتلتزم بالقوانين بتقول عليها، لكن اسعار لكن لا اعتقد دي تنافسية تماما في السلع الغذائيه. قطعا مفيش اي رقابه علشان بس الناس يعني للاسف يعني في تصريحات كتير بتنسب ليك ومع الوزير. لا انا شخصيا ليك كل اللي بقوله انه هي تملك في التاثير على الاسعار بزياده المعروض. يعني لما نيجي نتكلم في اللحمه احنا عندنا اسباب بتخلي ان استيرادنا، يعني انا وقلت هذا الكلام ده كذا مره، احنا من الصعب جدا ان احنا نكتفي من اللحوم الحمراء. تمام. لان احنا ما احناش بلد مراعي وما احناش بلد عندها ثروه حيوانيه كبيره او يعني بتتناسب مع الزياده السكانيه. تمام. فلازم هيبقى في جزء استيراد، هنحاول طبعا انه يبقى اقل ما يمكن ولكن جزء استيراد. لما احط مشاكل في الاستيراد ولما احط صعوبات في الاستيراد، ودي حاجه انا بعترف بيها، احنا عندنا نظام عقيم لاستيراد اللحوم، ولكن على الجانب الاخر لو انت جيت غيرته هيقولك اه ده بيسمحوا باستيراد الزباله والامراض والساركوسيست وكل الكلام اللي احنا بنقوله ده. ففي مستفيدين من نظام قائم، عشان تيجي تغيره هتتعرض لهجوم شديد وهتتعرض لانتقادات شديده. حضرتك ان هذا الكلام مقنع ولكنه مغضب. لا هو يعني هو انا بقول لحضرتك يعني هذا الكلام يعطي انطباع، وانا اسمح لي اقول لحضرتك هذا الكلام وطبعا لك الحريه ان ترد كيفما تشاء، يعني هذا الكلام يحسسنا ان الحكومه خايفه، ان الحكومه خايفه من المافيا المسيطره على تجاره اللحوم، خايفه انها تاخد قرار هي متاكده انه في صالح البشر وفي صالح سوق اللحوم وانها هتجيل العوائق دي، بس لن الناس تقول كذا او يتكتب كذا. مش برضو انت عرف لي الحكومه ماذا تقصد بالحكومه؟ الحكومه هي الوزير؟ طبعا لا، انا بتكلم الحكومه هي الجهاز الاداري. ايوه الجهاز الاداري. الراي اللي انا بقوله ليس بالضروره راي الجهاز الاداري، يعني بس حضرتك صاحب جهه الاختصاص. التقارير اللي بتجيلك بتقول لك ان احنا لازم نبقي على هذا النظام. لا مش قصدي للاسباب الاتيه. صاحب جهه الاختصاص. أيوة. انت وزير الزراعه. ايوه. ولديك التقارير والارقام والاحصاءات. تمام. اما اخد الورق كده واخش مجلس الوزراء اقول لهم يا جماعه معلوماتي الحقيبه اللي انا مسؤول عنها بتقول ان هناك عوائق كذا 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 مؤثره كذا 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 وعلينا ان احنا نعمل كذا،
مجلس الوزراء يقول لك لا والله مش هنعمل الكلام ده عشان خايفين من مافيا الناس. المعلومات دي هتجيلك منين؟ هتجيلك من جهازك انت. مظبوط. كويس. اذا كان جهازك انت لا يرى هذا. انت ده رايي انا الشخصي عشان انا بشوف الله ايه اللي أكبر. بيتعمل في العالم. ما احنا انت لازم عشان يعني طبعا لو كان الناس لو الناس بتقول لك كده والتقارير اللي قدامك بتقول كده خلاص سهل جدا القرار انك تاخده في غمضة عين. ولكن لما يكون الرأي يقول لك ان احنا عندنا اسباب وطبعا كان في اسباب اللي خلتهم ياخدوا هذا النظام بقالهم سنين يعني هو ما جاش من فراغ منطقي فيجب يجب انك انت تدرس كويس قوي وتشوف العالم بيعمل ايه وتشوف الظروف المحيطة ببلدك انت ايه عشان ما تبقاش عملت حاجة تنفع في ناحية وتضر في ناحية. ما ينفعش تانية. امين اباظة وزير الزراعة يطلع يقول بكرة ما حصل خلاص انا قلت احنا خدنا قرارات كبيرة وكثيرة في ان احنا نسهل استيراد اللحوم على الاقل من الدول اللي احنا متأكدين. فلسفة سياسة عامة يعني امين اباظة يطلع يقول على الرغم من ان الارقام اللي بتجيلي بتقول عكس الكلام بس انا على مسؤوليات شخصية بقول ان انا هطبق سياسة كذا 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 ونتحاسب بالنتيجة. انا ما اقدرش ان انا اخد قرار من غير دراسة وان انا اي قرار بقتنع بيه باخده. كويس. ولكن الى ان اقتنع لان دي كلها حاجات فنية يعني انا لا استطيع ان ادعي ان انا مثلا هخش في تفاصيل الطب البيطري. تمام. لانه المواضيع دي ما هياش حاجة. لا بس كنت بكلمني من شوية انت مقتنع تماما بالاجراءات الجديدة لحماية لان احنا بالاضافة الى ان وسعنا الدائرة بتاعت متخذي او اللي بيحضروا التقارير وبالإضافة إلى شوفنا تجارب الدول الأخرى الشبيهة بينا فاقتنعت وخدت قرار. طيب سوق اللحوم هيتظبط يعني بعد القرارات دي؟ أعتقد أنه مع زيادة العرض السعر هينخفض. أمين أباظة.